أخ يقول ما حكم، أو أخت تسأل ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، تقول ما حكم العادة السرية للمرأة التي هجرها زوجها بسبب ضعفه الجنسي؟ أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، ولولا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أنه لا حرج في دين الله تبارك وتعالى لقلت لهذه الأخت لو هاتفتني كان أولى. لكن أقول على الزوج أن يبحث ابتداء عند الأطباء في علاج لهذا المرض، هذا مرض، والحمد لله تبارك وتعالى هناك الآن من وسائل العلاج لهذا الأمر الكثير بفضل الله عز وجل، فليتق الله زوج هذه المرأة حتى لا يعرضها للفتنة، حتى لا يعرضها للفتنة. ثم إن بذل وأخذ بالأسباب ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له الشفاء فعليه ألا يتجاهل امرأته. يعني أنا أقول قد تحتاج المرأة فقط من الزوج يعني أن تستشعر منه الدفء وأن تستشعر منه الحنان. لو أن هذا الرجل أعطى لزوجه حقها وضمها إلى صدره بحب وحنان ولطف وداعبها ربما أغناها عن مثل هذه المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن يستشعر الرجل من نفسها هذا فيحجر المرأة هجرا كليا، بل ربما يأخذ حجرة وحده ويترك امرأته بالشهور وربما بالسنين كما تسألني كثير من الأخوات، فربما يعرض الزوج امرأته لفتنة حالكة. أما بالنسبة للزوجة فأقول لها اتق الله تبارك وتعالى وجددي إيمانك بالله عز وجل، واحرصي على الذكر والتسبيح، قراءة القرآن والاستغفار، وأكثري من الصيام، وأكثري من الصيام، ولا تغفلي أبدا عن التذلل والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظك وأن يعصمك وأن يطهرك من كل ما لا يرضيه. ثم ولا تغفلي عن هذه النصيحة الأخيرة، لا تعرضي بصرك وقلبك وسمعك للفتن عبر الشاشات أو عبر الكاسيتات أو عبر المجلات، فأنت إنسانة، هذه المشاهد تحرك الغرائز الهاجعة، هذه الصور وهذه الكلمات في كثير من القنوات التي لا تتقي الله ولا ترقب في المؤمنين والمؤمنات إلا ولا ذمة، تستثير الشهوات الكامنة وتحرك الغرائز الهاجعة. فأنصحك وأنا أبوك أو أخوك، أنصحك لا تعرضي بصرك ولا قلبك ولا سمعك لهذه المشاهد المثيرة التي تحرك فيك الشهوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يسترك وأن يستر نساءنا.